بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. اهلا بكم احبائي في سلسله جديده من دراستنا مع بعض للكتاب المقدس. حسب اختياركم المره اللي فاتت كان في شبه اجماع من معظمنا واشتياق لدراسه سفر العدد من العهد القديم. واحد من الخمس أسفار، أسفار موسى، زي ما كلنا عارفين إن الكاتب هو موسى، موسى النبي. النهاردة أنا هتكلم عن مقدمة تشوقنا للسفر، وبعد كده نخش في الأقسام بتاعته فيما بعد. خمس أقسام إحنا هنحاول إن إحنا ندرس بناء على هذه التقسيمة. هو بيتكلم عن رحلة شعب بني إسرائيل في البرية، فهو متقسم لخمس أقسام. الاستعداد لهذه الرحلة مذكور في الإصحاحات من الإصحاح الأول للإصحاح العاشر آية 10. القسم الثاني بيتكلم عن الاقتراب لكنعان، قربوا الكنعان، وده بيتضمن الإصحاحات من 10 إلى 11 لحد الإصحاح الـ 14. تاهوا في البرية زي ما احنا عارفين لمدة 40 سنة، أو بالتحديد 38 سنة و10 شهور، وده بياخد من الإصحاحات 15 للإصحاح 21. وبعد كده في جزء عن حادثة بلعام في القسم الرابع، قصة بلعام والحمار بتاعه اللي نطق، ودي مذكورة في الإصحاح 22 للإصحاح 25. وبعد كده للدخول لكنعان، في استعداد للدخول لكنعان، وده بياخد من الإصحاحات 26 للإصحاحات 36، هو 36 إصحاح. هنحاول إننا نضم بعض الإصحاحات مع بعض عشان ما نطولش فيه، علشان ما تزهقوش بقدر الإمكان. لكن أنا بوعدكم أن الدراسة هتكون شيقة جدا، لأنه من ضمن الأسفار اللي فعلا شيقة جدا، أنا بحبه جدا جدا جدا. سر محبتي للسفر العدد أنه بيتكلم عن واقع الحال بتاعنا بعد العبور من البحر الأحمر، وبعد خروف الفصح، وبعد الاستعداد للرحلة بتبتدي الرحلة، وده احنا مرينا بيه. فكلنا عشنا الفصح في صليب ربنا يسوع المسيح، كلنا عبرنا البحر الأحمر في المعمودية، كلنا استعدينا بأننا قلنا فاو قدام ربنا له المجد، واستعدينا بتعهد في رجولة، وهنشوف الأمور دي واضحة في سفر العدد. وبعد كده بنبتدي الرحلة. احنا في فترة هذه الرحلة احنا عايشين فين؟ احنا عايشين في برية سينا بكل المصاعب اللي فيها، بكل التحديات اللي فيها، مليانة تحديات، فهي صحراء قاحلة بالنسبة لنا احنا غرباء في هذا العالم، بنعبر بحر هذا العالم الذائل في صحراء قاحلة، معرضين للأعداء، معرضين للحيات، معرضين للعقارب، معرضين للجوع، معرضين للعطش، معرضين للموت كل يوم. لكن سفر العدد بيكشف ان احنا لم نترك بلا معونة، فإلهنا حي في وسطينا. قضية الأعداء هو موجود بيحارب عنا، فنهزم عماليق بعلامة الصليب وبقوة الصليب، وفي الحياة النحاسية في المسيح على الصليب كل لدغات العدو، كل لدغات الخطية لينا منها شفاء في شخص ربنا يسوع المسيح وصليبه المحيي. لحر يتعبنا لأن فيه
سحابة بتظللنا، ربنا بيهتم حتى بتفاصيل حياتنا، فلما بنصرخ وبنقول ثقل النار وحر ولم أحتمل ضعف بشريتي، ظل الصليب هو اللي بيظلل علينا. ربنا مهتم بينا، بيدينا احتمال وبيدينا معونة وبيحارب عننا. فثقل النهار وحره حتى هذه الشكوى التي قد نضجر بسببها، ربنا يسوع المسيح له حل فيها في شخصه كسحابة. لسنا بلا مرشد، لأنه هو قائد المسيرة بتاعتنا في عمود النور. هو سحابة بالنهار وعمود نور بالليل. طعامنا هو جسده المقدس ودمه الكريم. فمش موسى اللي اداكم المن في البرية، لكن أنا اللي بديكم جسدي ودمي، أنا هو خبز الحياة النازل من السماء. ما احناش عطشانين يا أحبائي، لأن لنا ارتواء من جنب المسيح له المجد. كل من يعطش يأتي إلي وتجري من بطنه أنهار ماء حي، زي ما احنا كلنا عارفين ان الصخرة كانت بتتبعهم والصخرة كانت هي المسيح. فاحنا مش بلا معونة، احنا متغطيين بنعمة ربنا وبمعونة ربنا، ولينا فيه سند ولينا فيه قوة ومعونة. حتى الرحلة الشاقة دي ربنا بيهتم بحاجات عجيبة جدا، فرجلينا مش هتتورم، جزمنا مش هتبلى، هدومنا مش هتضيق علينا. فتخيل ان طفل صغير طلع من أرض مصر او اتولد في الصحراء في البرية، والهدمة الصغيرة اللي لابسها، لأنه في الطريق لا في محلات هدوم ولا في فرصة حد يخيط ولا يعمل، الهدوم اللي خرجوا بيها بتكبر عليهم. فالطفل بقول اللي طوله قد كده بقى راجل كبير وهدومه بتكبر عليه. إيه الاهتمام العجيب ده؟ وإيه العجايب العجيبة دي اللي بتتبع شعب الله؟ عيني عليكم من أول النهار إلى آخره، لا أترككم. ربنا له المجد، لا يتركنا. علشان كده سفر العدد صار سفر من الأسفار المحبوبة جدا، لأنه بيحكي قصة حياتنا وغربتنا في برية سينا. حط في ذهنك باستمرار وانت ماشي حياتك في هذا العالم في هذا العمر، ان انت ماشي في سفر العدد. عشان كده صار سفر جميل ومحبب. اللي ما بيدرس الكتاب المقدس وبيقع بين ايديه سفر العدد وبيفر الصفحات بتاعته يلاقيه مليان ارقام، عشان كده اسمه سفر العدد، ويلاقيه مليان اسماء واحصائيات، لانه هو فعلا سفر الاحصاء العدد، لان حتى رؤوس شعور رؤوسنا ايضا محصاة. ربنا عارفنا، عارف اهتماماتنا، عارف قلوبنا، عارف نيتنا، فحص قلوبنا، فحص كلانا، عارفنا مش مجرد أعداد، آسف، مش مجرد أعداد، لكن عارف كل واحد فينا. فحتى هذا الإحصاء اللي بيحصيه موسى مش مجرد أرقام، لكن ربنا عايز يقول له إذا كان العدد بتاعكم بهذه الضخامة، إذا كان العدد بتاعكم بهذا الحجم، فتفاصيل تفاصيل كل واحد فيكم أنا عارفه وبناديه باسمه ومحدد له المصير بتاعه ومحدد له حياته ومرتب أموره وبرفقه في الرحلة بتاعته. بقول أحبائي أنه اللي يفر الإصحاحات بتاعت سفر العدد بلا تمحص وبلا فحص يزهق منه. ويمكن دي الفكرة اللي موجودة عند معظمنا، أنه سفر ممل مليان رموز ومليان أعداد ومليان أسماء وأنساب، حاجات ما تهمناش. التفكير ده كان سائد عند معظم المسيحيين لحد ما أوريجانوس، وهو فلاح الكتاب المقدس، دارس الكتاب المقدس وحارث الكتاب المقدس بالثه حارث
بيحرت فيه زي الفلاح اللي بيحرت بيفلح فيه على المستوى الرمزي العميق جدا اللي بيعطي أو بيأخذ رموز الكتاب المقدس وبيعطيها مفاهيم روحية رائعة جدا، فخرج كنوز من هذا السفر. هو اللي لفت النظر لهذا السفر والأعمال بتاعته والعجب اللي موجود فيه. وأقدر أقول فعلا بحق أنه لولا أوريجينوس اللي البعض كل الناس بعد كده دارسي الكتاب المقدس بنوا على كلامه لحد ما وقع بين إيدينا، ويعني أنا شخصيا اتعلمت من الآباء ومن دارسي الكتاب المقدس ومن اللي كتبوا في هذا المضمار اللي اعتمدوا أساسا على هذا التفسير، تفسير أوريجينوس لسفر العدد. فسفر العدد أحبائي يتسمى باسم بهذا الاسم كسفر العدد، سموه العدد زي ما سموا التكوين التكوين، زي ما سموا الخروج الخروج، زي ما سموا اللويين اللويين والتسنية التسنية. الأسماء دي جديدة مش قديمة، لأنه الأسماء دي أعطيت لأصفار الكتاب المقدس في الترجمة السبعينية حوالي 260-270 سنة قبل الميلاد. لكن قبل الترجمة السبعينية كان لها أسماء تانية، ويهمنا جدا أننا نعرف هذه الأسماء، لأنه كل تسمية منهم بتتكلم عن مرحلة أو بتتكلم عن حالة من حالتنا الروحية، كلها بتجمع مع بعض الخمس أصفار قصة حياتنا مع المسيح له المجد لحد ما نوصل لسفر العدد. فكلمة عدد numbers، كلمة عدد دي أعطيت لهذا السفر في الترجمة السبعينية زي ما بقول، اللي بتعبر فعلا عن حكاية إن السفر ده سفر إحصاء، عمل إحصائية. ربنا اهتم بشعبه فقال للموسى يا موسى عد لي الشعب، والتعداد ده أيضا مش هيكون مجرد إن أنت تذكر أرقام 1 2 3 4، لكن هذا التعداد أو هذا الإحصاء لو كريتيريا معينة. يمكن لما ندخل في الإصحاح الأول هنتكلم عن الديتيلز بتاعتها، مش هنتكلم عنها النهاردة. إيه الكريتيريا؟ إيه المواصفات اللي تحدد هذا التعداد؟ في شروط معينة تقول إن أنت من شعب الله، لأنه بيعد ناس طالعين مع موسى من شعب الله. لما شعب بني إسرائيل خرج مع موسى وشقوا البحر وخرجوا، مش كل اللي خرجوا معاه من شعب الله، لأن عاشوا السنين اللي عاشوها في أرض مصر، في منهم اختلطوا بالعبيد بتاعتهم، هم جايين بعبيد، اختلطوا بالعبيد واتجوزوا وخلفوا، فما بقاش كل الشعب من الأحرار، مش كل الشعب من نسل يعقوب، لأن كان من الشروط أنه يكونوا من نسل يعقوب، وكل واحد يثبت النسب بتاعه اللي بيعود للأسباط اللي خد وعد من الله. فأنا مش عايز أخش في تفاصيل هذا الموضوع، لكن عايز أقولك أن عملية الإحصاء كانت عملية دقيقة جدا عشان تحدد مين هم أولاد الله، مين هم شعب الله، مين اللي هيرافقهم الله، مين اللي هيأتمنهم على الوعود، مين اللي هيأتمنهم على كنعان اللي هيكون لهم نصيب في أرض الموعد في كنعان في أورشليم السماوية. فالتعداد تم على مرحلتين على مرتين، وده اللي مذكور في سفر العدد. التعداد الأول، وده كان في الإصحاح الأول اللي هنتكلم فيه المرة الجاية، وعشان كده أنا بقول لك إنه المرة الجاية هنتكلم على الكريتيريا أو على الشروط اللي أقيم بسببها هذا الإصحاح، أو البيزز اللي اتحط عليها أو الوضع لكي ما يكون هذا الإحصاء statistic، تعداد، تحديد العدد يحقق غرض الله في هذا التعداد، لأنه مش مجرد تعداد لكن له غرض روحي في ذهن الله. فالتعداد الأول ذكر في الإصحاح الأول، تو خروج الشعب من أرض مصر،
والتعداد الثاني ذكر في الإصحاح 26 لما نيجي نتكلم على قصة بعد ما نخلص قصة بلعام اللي موجودة بين الإصحاح 22 أو 21 ل 26 التعداد الثاني. وكانوا في الوقت ده وصلوا إلى حدود أرض كنعان عند سهول مؤاب. في سهول مؤاب أعيد الإحصاء، فالإحصائين واحد تم في الإصحاح الأول والإصحاح الثاني تم في الإصحاح 26. الإصحاح الأول في بداية استعدادهم للرحلة، والتعداد الثاني الإحصاء الثاني تم في الإصحاح 26 لما كانوا على مشارف كنعان في أرض اسمها سهول مؤاب. بين الاثنين، بين الإحصاء، بين الإحصاء الأول عملية التعداد الأولى اللي تمت في الإصحاح الأول والتعداد الثاني اللي تم في الإصحاح 26، بين الاثنين فارق زمني 38 سنة وعشر شهور. فناس حيت وناس ماتت. فالفترة دي 38 سنة والعشر شهور اللي احنا بنقول عليهم الأربعين سنة توهان، فترة التيه في برية سينا. قلت أحبائي، والحتة دي تكون واضحة في ذهننا جدا، أنه التوراة، توراة اليهود العبرية قبل ما يحصل الترجمة السبعينية، الفترة دي كلها ما كانش اسمه سفر العدد، لكن اليهود في التفسير العبري أو في الفترة العبرية للكتاب المقدس قبل ترجمته في الترجمة السبعينية إلى اليونانية كانوا بياخدوا أول كلمتين في كل سفر من الأسفار ويسموا بيه اسم هذا السفر. والواقع أحبائي أنه الخمس أسفار بتوع موسى دول كانوا في غاية الأهمية في تحديد هوية اليهود ومسار رحلتهم مع ربنا وعلاقتهم بربنا، وده بيدي ريفليكشن وصورة لينا إحنا وحياتنا إحنا مع ربنا، حياتنا إحنا مع ربنا. يعني ما نقدرش نفهم الكتاب المقدس، ما نقدرش نفهم العهد القديم، خلينا نتكلم على العهد القديم، ما نقدرش أفهم العهد القديم إلا لما أعمله أبليكيشن للعهد الجديد. بدون العهد الجديد العهد القديم مش مفهوم، أو غامض، أو مجرد ظل، أو جنين في أحشاء امرأة حامل اسمها العهد الجديد. ففي باطن العهد الجديد يوجد العهد القديم مستخبي ينكشف في وجه العهد الجديد لما يتولد. لما يجي يلوح فجر العهد الجديد نقدر نفهم ايه هو العهد القديم. يمكن انا تملي بضرب المثل ده وسمعته مني وللفايدة اعيده تاني. تملي بقول انه العهد القديم ظل العهد الجديد. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انا قاعد دلوقتي في الأوضة وبعدين واحد جاي من الباب من بره لسه ما دخلش الأوضة، لكن هو على الباب ومتداري ورا الباب، ورا الجدار بتاع الباب، الظل بتاعه ضرب على الأرض، فاللي دخل لي الأوضة بتاعتي وأنا قاعد دلوقتي هو الظل بتاعه، هو مستخبي ورا لسه ما دخلش. الظل ده بيرسم صورة له، لكن بيرسم له صورة نقدر نقول عليها إيه، نقدر نقول عليها بترسم الحدود بتاعته، ظل ما فيهوش تفاصيل، فالعينين مش باينة لكن القورة باينة، السنان مش باينة لكن حردة البق والمناخير باينين، الشعر بتاعه يقدر يوريني إذا كان هو ده إنسان أصلع ولا إنسان عنده شعر، ودانه طويلة ولا دانه قصيرة، فأقدر أقول إنه غالبا ده فلان. الظل بتاعه اداني فكرة إنه ممكن جدا 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 يكون فلان، لغاية لما يدخل ووشه يبقى ظاهر قدامي فأراه وجه الوجه وأقدر أقول إن هو فعلا ده فلان اللي الظل بتاعه رسم لي صورته واداني فكرة ما هياش واضحة لكن قدرت أفهمها لما دخل الأوضة. هو ده العهد القديم اللي احنا بندرسه. احنا النهاردة شفنا صورته وعرفناه خلاص، فتفسيرنا له بقى أوضح بكتير جدا
من اللي كانوا عايشين في العهد القديم وشايفين بس الظل، كانوا على رجاء ان هم يشوفوا الصورة كاملة واضحة. احنا النهاردة بنشوف الصورة كاملة واضحة. فخدوا اول حرفين من كل او اول كلمتين من كل سفر من الاسفار وسموه كده، فما كانش اسمه سفر التكوين، كان اسمه سفر في البدء، خلق الله كذا كذا، اول كلمتين في البدء. فاحنا النهارده بنستعمل هذا التعبير او هذه التسميه او هذا العنوان، نقول سفر التكوين. لكن ابانا الاولانيين بتوع زمان ايام موسى ما كانش يقول سفر التكوين، كان يقول في البدء، دي البدايه. سفر الخروج اسمه هذه اسماء بني اسرائيل، فخدوا اول كلمتين هذه اسماء، لما يجوا يكلموا مع بعض يقول لك هذه اسماء، فهذه اسماء دي يعني سفر الخروج اللي انا فهمت النهارده انه اسمه سفر الخروج. اللويين كان اسمه كلم الرب موسى في خيمه الاجتماع. لما تمسك الاصحاح الاول من اللويين تلاقي اول عباره بتقول كده، كلم الرب موسى في خيمه الاجتماع، راحوا واخدين كلمه كلم الرب. قوم لسفر العدد، لو أول آية فيه بتقول كلم الرب في برية سينا، فقالوا كلم الرب، قلناها خدناها قبل كده واستلفناها قبل كده من سفر الخروج، مش هيبقى فيه سفرين اسمهم كلم الرب، فقالوا سفر العدد نسميه في برية. فسفر التكوين اسمه في البدء، سفر الخروج اسمه هذه أسماء، سفر اللويين اسمه كلم الرب، سفر العدد اسمه في برية. يا سلام، أنا ارتحت جدا لكلمة في برية دي، لأن جت التسمية على مسمى مظبوط، مش حكاية عدد بقى. احنا النهاردة سميناه سفر العدد، لكن أبانا سموه سفر في برية، فهو سفر العدد في البرية، لأن احنا النهاردة عايشين في هذه البرية. فنقدر نقول ان تسمية سفر العدد بكلمة في برية فعلا 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 اسم على مسمى، وهو التسمية الأقرب فعلا، لأن أحداث هذا السفر كلها كانت في البرية. طيب في دلائل أخرى، أو في نقدر نقول إيه أسميها إيه، يعني اقدر اقول في تربيطه، سميني خليني اقول عليها تربيطه، تربيطه بين هذا السفر والخروج وسفر الاسفار اللي قبل منه، سفر اللويين وسفر الخروج وسفر التكوين. الحقيقه لانه كلمه في البدء او التكوين بتتكلم عن خلقتنا في المسيح، خلقتنا في الله. في البدايه كانت لينا خلقه، كانت ترابيه في سفر التكوين، لكن تحقيقها في العهد القديم ان انا خليقة، اسف في العهد الجديد ان انا خليقة جديدة في المسيح، فاحنا مختارين الله. وسفر التكوين او سفر في البدء كانت عملية اختيارات اختيارات اختيارات، دعوة واختيار. فربنا خلق آدم، اللي خلف اتنين، قايين وهابيل، واحد طلع مش من نصيب ربنا، والدعوة والاختيار كانت لهابيل، فالاتنين خرجوا من بطن آدم، لكن واحد استمر وواحد سقط من الحسابات من التعداد، فهابيل هو المختار. أيضا يا أحبائي، لما ربنا اختار إبراهيم وخرج من نسله يعقوب، ومش يعقوب بس، كان يعقوب وعيسو، لكن الخط المختار اللي هيمشي في التعداد بتاعنا هو نسل يعقوب وال12 سبط اللي خرجوا من بطنه، يوسف واخواته، الى اخر هذه الاختيارات والدعوات. اللي يعني كان سفر انتخاب اختيارات من البدء، ربنا مختار وفي لاينج ماشي، في خط ماشي إلى أورشليم. اللي بيتعدوا في البرية دول مش بيتعدوا
من الهوى، ده لهم أصل اسمه في البدء، ولهم خط ماشيين فيه بتدبير الله ومن اختيار الله. طب الكلام ده له علاقة بينا؟ آه له علاقة بينا، لأنه سر فرحي أنا كمسيحي إن أنا مختار. صحيح الشيطان بيتوهنا النهاردة وبيخلي الموضوع يخرج عن الخط الروحي اللي المفروض نعيش فيه، لما يشككنا في إنه طب الباقيين ذنبهم إيه؟ طيب غير المؤمنين هيخلصوا ولا مش هيخلصوا؟ طيب مش عارف إيه؟ حاجات إلى هذا يعني. ده الكلام ده أنا مش بقوله كده يعني حتى بين الأفراد، ده في كنايس انزلقت فيه، حتى أن في كنايس نادت بخلاص غير المؤمنين وكأنهم أحن من الله. أنا كإنسان مسيحي أسيب تدبير الله لربنا، هو الديان، هو اللي عارف هيحكم في الناس إزاي، هو اللي هيقدر يختار كرنيليوس، هو اللي هيقدر يختار شاول الترسوسي، هو اللي هو حر، دي خلقته، دعوته واختياره وعدله شامل الكل، ده مش موضوعي. ما انسقش أنا وضع ادعاءات الشيطان في هذا المضمار، لكن أنا فرحان إن أنا مختار، مختار الله. طوبى للشعب الذي اختاروا الرب ميراثا له، لأنه اختارنا قبل تأسيس العالم، ليس لأجل بر فينا ولا لأجل أعمال صالحة أمنا بها، لكن لأنه هو اللي اختارنا قبل تأسيس العالم، فأنا مختار الله. تملي أنا بذكر يا أحبائي، يمكن أنتوا سمعتوا مني، بلاش من زمان، خلينا نتكلم على إحنا كآباط مصريين كمسيحيين تابعين للكنيسة القبطية المصرية. لو أفكر كده بشويش، الألف وربعمائة سنة اللي دخل فيهم العرب مصر، كم عدد المسيحيين اللي عثروا وتركوا الإيمان بسبب الاضطهاد العربي عليهم، بسبب الضيقة، بسبب الاضطهاد، بسبب أنهم ما عرفوش يفدوا نفسهم وخنعوا تحت هذا الاضطهاد. لو عملنا أفرج مثلا لكل جيل 70 سنة، من 60 لـ70 سنة متوسط عمر الإنسان، نقدر نحسب أن في 1400 سنة كان فيه 28 أو 30 جيل قبل مني. الأجيال دي صمدت قدام، يعني لما أقول أبويا وجدي وجد جدي وجد جد جد جدي لحد لما أرجع للراجل الكبير في عيلتي أو الجد الكبير اللي كان عايش وقت دخول العرب، ألاقي ربنا فداني 30 مرة وحماني 30 مرة وحمى جدودي والتيتة بتاعتي اللي حماهم ربنا واداني هذا الاختيار واداني هذا على طبق فضة. احنا ما تعبناش عشان ناخد الإيمان، الإيمان سلم لينا. فده انت، احنا مختارين، اه مختارين، احنا مختارين. فسفر التكوين بيفكرني بهذا، ان انا مختار الله. سفر الخروج يا احبائي بيتكلم عن الفداء، خروج شعب بني إسرائيل من أرض مصر بالدم، بعلامة الدم. فإذا كنت أنا مختار الله فأنا مفدي الله، فأنا بتمتع بالفداء وبتمتع بالاختيار وبتمتع بالصليب وبتمتع بعبور البحر الأحمر أو المعمودية. في سفر اللاويين أحبائي صرت مقدس لأن صار الله حال في وسطينا. فسفر اللاويين إذا كان سفر التكوين بيقول إن أنا مختار الله، وإذا كان سفر الخروج بيقول إن أنا مفدي الله، فسفر اللاويين بيقول إن أنا المقدس الذي يسكن الله في وسط خيمة شعبه. ده سفر اللاويين. علشان كده لما ندخل لسفر العدد ألاقي نفسي أنا اللي عايش في الفرح والتهليل أن الله حال في وسط هذا الشعب. فهو شعب مختار، شعب مفدي، شعب مقدس، شعب يشهد لله في البرية، برية هذا العالم.
شعب مختار في سفر التكوين في البدء، شعب مفدي، هذه أسماء، أسماء مفدية في سفر الخروج، شعب مقدس بحلول الله في خطبة الاجتماع وبالذبايح في سفر اللاويين، شعب يشهد لله في برية هذا العالم سفر العدد. التثنية بقى إعادة، يعني من أهمية كل هذه القصص ولأهمية إن احنا نفهم قصة الفداء بهذا المدلول الروحي الجميل، ربنا طلب إنه يعيد علينا سفر التثنية ديوترومني إعادة، لأن في العادة الإفادة. قال له اعملها عصابة على عينيك، اكتب على أورتك، اكتب على إيدك، فكر بها ولدك وولد ولدك. إعادة، تأكيد، تهليل، يلهج في ناموسه نهار وليل، يكتر كلمة الله ويفرح بكلمة الله. فده يورينا أهمية سفر العدد. كل اللي أنا بقوله ده أحبائي بأؤكد على أهمية سفر العدد وأهمية أننا ندرس سفر العدد، مش لأنه منفصل في مجرد شوية أرقام وإحصائيات، لا إطلاقا، ده جزء أهم جدا في المنظومة الخماسية الموجودة في سفر التوراة، في كتابة موسى النبي. السفر أيضا يا أحبائي بيتكلم عن أمور في منتهى الأهمية في حياتنا الروحية، فهنجد فيه مثلا بوضوح جدا فساد الطبيعة البشرية، وهذا الفساد ما تركش بلا علاج، فنجد أنه ربنا له المجد بيعالج فساد الطبيعة البشرية، بيعالج فساد الطبيعة البشرية وضعف الطبيعة البشرية. يعني مش المشكلة مشكلة خطية فقط، يعني ممكن أنا بعمل خطية لأن أنا لي غرائز، لأن أنا الطبيعة ساقطة، لأنه يعني أنا وارث هذه الخطية في أعضائي زي ما قال بولس الرسول. فربنا لما بيعالج هذا الخلل اللي حصل ما بيسيبنيش ضعيف، بيديني معونة وقوة، فبيعالج حتى الضعف هذه الطبيعة البشرية. من الأمور الواضحة جدا جدا في سفر العدد حياة التذمر والضجر في وسط الشعب. فأنا في البداية لما تذكروا تكلمت وقلت إنه ما سبناش بلا معونة، فالسفر ده اللي بيتكلم فيه على إنه هو معانا في غذائنا، في شربنا المن والمية، بلا يعني ما تركناش بلا معونة لما ضلل علينا بالسحاب من ثقل النار وحره، كان قائد لينا في مسيرة النور، عمود النور، ورجليهم ما تورمتش، ملابسهم ما لم تتهرق، كان معين ليهم. ومع هذا نجد أن هذا الشعب كان متذمر جدا ومتضجر جدا، كثير الشكوى، كثير الانقلاب على الله. حتى بس مش الشعب على مستوى جماعي، نجد حتى الصفوة المختارة منهم تذمرت على الله وكان لها خطاياها. فخطية موسى موجودة كنبي، خطية هارون موجودة ككاهن، خطية مريم أختهم موجودة كنبية، خطية قرح ودثان بقية الشعب كلهم ذاغوا على رأي كتاب مقدس لما بيقول الجميع ذاغوا وفسدوا. بولس الرسول بيقول لنا الجميع ذاغوا وفسدوا وأعوذهم مجد الله. ومع هذا إذا كان سفر العدد بيبين بوضوح فساد الطبيعة ليس على مستوى الشعب فقط لكن حتى على مستوى القادة زي ما وضحنا دلوقتي، نجد أن ربنا لم يترك هذا الشعب أو هذه الصفوة المختارة فيه بلا علاج، ففي سفر العدد بيقدم لنا هذا العلاج. فمثلا في علاجه للخطية في الإصحاح 21 لما حصل التذمر واهتمامات الجسد يحللهم المشكلة بالحياة النحاسية، والمسيح ذاته له المجد استشهد بالحياة النحاسية عشان يثبت صحة هذا السفر وأهمية هذا السفر. كما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، ده بفم المسيح له المجد ذاته
هو القدوس اللي نطق بهذه الكلمات وقال لنا كما رفع موسى الحية. فين؟ موجودة في سفر العدد، مش موجودة في سفر تاني. يمكن البعض متخيل أنها موجودة في أماكن تانية، هي موجودة في سفر العدد، حية نحاسية مثال الصليب، وزي ما صلب الجسد مع الشهوات والأهواء في صليب المسيح له المجد، لنا هذا الفداء والشفاء. في الإصحاح 28 كان بيقدم محرقة، ذبيحة محرقة صباحا وذبيحة محرقة مسائية. فربنا له المجد مش بس عالج الخطية، لكن عالج أثار الخطية. أثار الخطية هي غضب الله، أو نتائج الخطية بالأحرى لو نحب نسميها تسمية صح. الإنسان بيعمل الخطية ويحس بالذنب، بيحس بالخوف، بيحس بالقلق، بيحس بالاضطراب، لأنه معرض لغضب الله. لكن لما تتقدم ذبيحة محرقة صباحية وذبيحة محرقة مسائية على مدار العام، طول ما هم ماشيين، عايز يقول لنا أني بشتم رائحة هذه المحرقة، رائحة بخور مسرة، فاشتمها الله الأب، رائحة مسرة، رائحة سرور، ولا كأن أنت عملت حاجة وخطاياكم دياً راحت وهو شممها رائحة سرور. مفيش غضب، مفيش عقاب، مفيش خوف، مفيش قلق، مفيش إحساس بالذنب، فرفع نتائج الخطية عننا. طبعا دي كلها رموز احنا بنتمتع بيها في العهد الجديد، لكن عايز أقول لك ان الرموز دي موجودة فين؟ موجودة في سفر العدد. سفر العدد بيقول انه على الصليب موجود زي الحية النحاسية، كل اللي يبص لها يشفى، وحتى نتائج خطيتك أنا بشم في الفداء محرقة سرور، رائحة سرور، رائحة بخور سرور، موضع سرور الله خلال تقديم ذواتنا كذبيحة، ذبيحة محرقة. ده في الإصحاح 21 وفي الإصحاح 28. في الإصحاح 19 في ذبيحة فريدة جدا، من قيمة كم سنة كده، يمكن 15 20 سنة افتكر، يعني في الحدود دي انا افتكر. يعني الجرايد كتبت ان احنا قربنا على نهاية العالم، لان شعب بني اسرائيل لقى البقرة الحمراء، فاكرين الكلام ده؟ والجرايد قعدت تكتب عن البقرة الحمراء، البقرة الحمراء، البقرة الحمراء، حتى جرايد في مصر بقت تكتب عن البقرة الحمراء وبيخشوا في الموضوع ده، وهما يعني ما لهمش فيه، مش فاهمينه. قضية البقرة الحمراء دي بتشير لذبيحة المسيح من جانب معين، لأنها كانت بتتغسل بالماء، والماء ده بينضح على الشعب للتطهير، للتطهير. يعني زي ما نجانا من الخطية ونجانا من نتائج الخطية، نجانا أيضا بالتطهير من أي عثرة موجودة في الخطية، أي عثرة موجودة في الخطية. فماء التطهير ينظف من العثرات، يخليك ماشي نظيف باستمرار. طبعا اللي ما فهموش أنهم ماشيين في التطهيرات والغسلات والحاجات اللي زي كده، لكن دي كلها كانت ظل. زي ما قلت لك، واحد داخل من الباب انا شايف الظل بتاعه. انا النهارده بتمتع مش ببقره حمراء، انا بتمتع بدم المسيح ومش بماء للتطهير، لان الماء ده هو التوبه بتاعتي، هو السر المعموديه اللي انا خدته زمان وبكرره باستمرار بدموع التوبه، هو ده ماء التطهير. اللي بيقدم ماء التطهير غسيل الرجلين هو اللي بيعترف، هو اللي بيتوب، هو اللي بيقرأ له التحليل، هو اللي بيعوم ثريره بدموعه من أجل خطاياه. فالحياة النحاسية في الإصحاح 21، الذبيحة، ذبيحة المحرقة اللي بيشتمها الله، رائحة سرور في الإصحاح 28، والبقرة الحمراء وتطهير الماء بتاعها في الإصحاح 19، علاج العثرات والتطهير المستمر، مستمر معانا. دي أمور بتورينا أحبائي، كل الأمور دي مع بعض تورينا أهمية دراستنا لسفر العدد. أيضا يا أحبائي، إحنا ضعاف زي ما بقول، مش مجرد أننا بنقع في الخطية بس من أجل فساد الطبيعة اللي عالجه بالخطية والتطهير، لكن ضعف طبيعتنا، وده اللي يهمنا قوي 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 كمسيحيين. لأنه لقدر الله إحنا ما بقيناش
يعني بنسقط في الخطية كنوع من العند. في فرق بين حاجتين، في ناس بتعمل الخطية لأن طبيعتهم طبيعة فاسدة، بيحبوا الخطية ومش شايفين خطورة من الخطية، وفي تحدي صارخ لله بيعملوا الخطية في عناد. دي خطايا خطيرة جدا 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 تحرم من المسيح. تقول لي يا ابونا طب ما احنا كلنا خطية وانا بعمل خطية، انا انسان خاطي. ده القديسين بيسموا نفسهم خطاة، ده القديسين بسبب بركات التوبة كانوا بيسرعوا وبيوطوا رأسهم تحت هذا أسميه يا ربي، تحت هذا المسمى انهم خطاة. في كتاب عندي هنا لسه ما قريتوش، عايز اقراه، حد ادهوني، اسمه How to live as a sinner، ازاي تعيش خاطي. طبعا ده ضد المفهوم، انا عايز اعيش قديس، عايز اعيش طاهر، عايز اعيش بار، عايز اعيش يعني، لكن اعيش خاطي؟ انا لسه ما قريتش الكتاب يعني، لكن اللي انا فهمته من العنوان بتاعه انه عايز يتكلم عن اهميه ان انا يعني يكون عندي هذا الاحساس ان انا عايز اتمتع ببر المسيح فاعترف بخطيتي. يعني انا بحط نفسي تحت هذه المظله عشان اتمتع ببر المسيح، مش عشان اكون. فالمهم اللي انا عايز اقوله احبائي ان خطايا العناد غير خطايا الضعف. فاللي بيخطب بعند، اللي عنده يعني احساس بانه يعني، تسمع ساعات واحد يقول لك ايه، يعني دي رغبتي، ده جسدي وانا حر فيه. مفيش حاجه تضايق ربنا في الزنا، في حاجه اسمها ايج اوف كونسنت. اذا كان الشخصين موافقين وبالغين وقدام القانون مسؤولين وبرغبتهم الكامله بيمارسوا الغلط، فده حاجه ترجع لهم هم، لا تضر المجتمع ولا تضر الله، ربنا ملوش دعوه، خليه في السماء بتاعته. يا ترى ده المفهوم بتاعي لما انا بسقط في الزنا باي شكل من الاشكال، بالفكر، بالعين، بأي حاجة، بجميع الحواس، أو حتى بالجسد للي بيقعوا في الخطية دي، يا ترى ده مفهومهم للخطية؟ لا إطلاقا، لأن التوبة تحول الخطاة الذناة إلى بتوليين. وقس على هذا كل الخطايا، كل خطايا الضعف هي خطايا ضعف. طبعا الإنسان ما يتلككش في كده ويقول طب ما أعمل خطية بدم في توبة، لأن بولس الرسول قال لنا كده، تستهين بلطف الله وإمهاله، علما أن لطف الله إنما يقتادك إلى توبة. أنا أبقى في الخطية لكي ما تكثر النعمة؟ حاشا حاشا طبعا، ما أقدرش أهين الله، لكن في جهادي الروحي وجهادي وكفاحي الروحي المستمر إذا حصل وسقطت فلا تشمتي بي عدوتي، فإني إن سقطت أقوم. الصديق يسقط في النهار 7 مرات ويقوم. فلازم افرق بين الخطيه، بين النوعين من الخطيه، خطايا العناد والاصرار وخطايا الضعف اللي كلنا بنقع فيها وبنتمتع ببر المسيح وبغفرانه. فربنا عالج ضعف طبيعتنا ايضا، فبالشبع الدائم والارتواء الدائم والقياده الدائمه لشخصه الالهي اعانه لضعفي. احنا بناكل جسد المسيح ودمه ليه؟ ونشرب دمه ليه؟ تثبتون فيا وأنا فيكم، من يأكلني يحيا بيا. فده بيعين ضعفنا بالأسرار الإلهية، بيعين ضعفنا بهذه السرائر العظيمة، عشان كده بنسميها وصاية الخلاص اللي بتعين ضعف الإنسان. أنا علشان أكون إنسان منتج وإنسان نافع في المجتمع وإنسان باكل وباكل أكل صحي عشان البنية الصحية بتاعتي تكون سليمة، أيضا في جهادي الروحي عشان تكون البنية الروحية سليمة، بتغذى على جسد المسيح ودمه وبتمتع بيه بعد ما بشترك في الليتورجي التسبيح الجميل وشركة الكنيسة الجميلة اللي بتعيني وبتساعدني، وبعد كده تقدم إلى هذه المائدة الرهيبة وأكل من الجسد والدم معونة لضعفي، بيعين ضعفي. عشان كده ما نقدرش نبعد عن التناول المدة الطويلة، نحس بالضعف، نحس أننا بنخور في الطريق. فين الكلام ده؟ في الإصحاح 11 في المن السماوي، الظل بتاعه في سفر العدد، قصة المن اللي موجودة، الشبع الدايم بدل من جوع هذه الطبيعة.
ده في الإصحاح 11. أيضا الارتواء، الإنسان اللي ما يشربش يحصله ديهايدريشن ويخور، أنا محتاج لعين ضعفي. فالارتواء إن عطش أحد فليأتي إلي ويشرب، موجود في ماء الصخرة في الإصحاح 20. قلت لك الأكل والشرب والقيادة. طب القيادة كانت فين؟ علاج إن أنا ما توهش. هم تاهوا 40 سنة. طب لو ما كانش معاهم كانوا تاهوا قد إيه؟ علشان لما نعمل خطية ما استغربش، ما استكترش. لأن ساعات الكبرياء الإنسان يخليه يستكتر على نفسه اللي يغلط، وده يقع في ردة تانية، ناحية تانية، يروح للإكستريم التاني، يحس بنوع من اليأس والقنوط وصغر النفس العنيف جدا. وإحنا محتاجين الرجاء. ما استغربش أن أنا أخطي. ممكن أغلط، ده طبيعتي ساقطة، ده لولا معونة الله يعني كنا في ضياع، كنا في ضياع. فأنا ما استغربش أن أنا أسقط، لكن معونة ربنا. أنا بقول لك أن تاهوا 38 سنة و10 شهور رغم قيادة ربنا ليهم. فقضية الأبواق، كان في بوقين أمام الشعب في يد هارون، والعمود اللي كان بيقتدهم سحاب بالنهار ونور بالليل، هي دي كلمة الله اللي بتقودنا، دي الإرشاد الروحي اللي بيقودنا، ده سر الاعتراف والتوبة اللي بيقودنا، ده اللي قال لنا عنه سفر النشيد: ارعي جدائك على أثر الغنم. الآباء القديسين انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. المسيرة دي أحبائي اللي موجودة في سفر العدد، لما عملوا الإحصاء كانوا 600,000 راجل. اللي دخلوا أرض مصر كان عددهم كام؟ 72-70 نفس، 70-72 نفس، 70 نفس دخلوا مع يعقوب، خرجوا 600,000 رجل فقط. والإصحاح الجاي لما نيجي نتكلم في الإصحاح الأول هنقول دلائل إنه يكون راجل، إنه يكون فوق سن 20، ده التعداد. في بكرر تاني أقول الكرايتيريا، المواصفات اللي تخلي الإنسان اللي جابه للتعداد، إنه يثبت إنه من نسل واحد من الأصباط، من رجال الله فعلا، من مختار الله من البدء، سفر التكوين، مفدي بالدم سفر الخروج، مقدس بحضور الله سفر اللويين. سفر العدد بيقول مين هم دول بقى؟ 600,000 راجل، 2 مليون لاتنين مليون ونص، وممكن يوصلوا لتلاتة مليون نسمة. قيادة، مين يقود دول في قلب البرية؟ مين يقود؟ تخيل ان انت لا في لا طرق ولا ارشادات ولا نور ولا اكل ولا شرب ولا محلات ولا ايه ده، ولا مستشفيات، يعني مين يضمن سلامة الناس دول؟ مين يضمن سلامة الناس دول؟ فدول يا احبائي بنشوف قيادة المسيح له المجد. انا النهاردة ماشي في هذه البرية، ايه اماني، ايه ضماني؟ قال الحية النحاسية فداء وعلاج والغفران، المحرقة سرور وفرح، ذبيحة التطهير البقرة الحمراء، المن السماوي شبع النفس، الصخرة والماء الارتواء، عمود النور سراج لأرجلنا. شعب تمتع بالفداء، شعب تمتع بالخروف والبحر الأحمر والمن وسكن الله في وسطهم. ومع هذا، يمكن دي نقطة هتنزعج منها، وأرجو أننا نحول هذا الانزعاج لحرص: تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، الإنسان ما يستهترش. صحيح رغم أن في قوات بتساعدنا، رغم أن في معونة سماوية، رغم حلول الله ذاته بجسده ودمه، رغم كل وصاية الخلاص اللي مديها لي، يقول لنا كده أن بأكثرهم لم يسر الله، طرحت جثثهم في البرية. أمر مخيف جدا يا أحبائي، وده هنشوفه في سفر العدد كظل، لأن الدينونة هتأتي على كل المستهترين، كل اللي لم يمضوا في الطريق، اللي تزمروا، اللي أداروا ظهرهم لله. فأمر مخيف جدا أن هذا الشعب لم يسر بأكثرهم، بأغلبهم. ويمكن بولس الرسول
كان حنين لما قال لم يصر بأكثرهم، لأن في الواقع ولم يصر بيهم كلهم، لأن احنا عارفين الاثنين بس اللي دخلوا أرض الموعد أرض كنعان. حتى موسى نفسه ربنا كان زعلان منه، ودي كان له رموز يعني، موسى في السماء طبعا وظهر على جبل التجلي وكلم الله حبيبه، لكن كان له رمز انه بيقف عند حد الناموس، لان موسى كان يرمز للناموس. ففي الواقع ان تعبير معلمنا بولس الرسول انه لما بيقول اقسمت في غضبي انهم لن يدخلوا راحتي، يرجع يقول فلنخف اذن، لانه مع بقاء وعد بالدخول الى راحة الله يرى ان احدا منا انه قد خاب منه، خاب من الطريق. لما قال بأكثرهم في الواقع هو كان حنين، لان في الواقع كان كلهم الاثنين ونص مليون طرحت جثثهم في البرية، نسبة اثنين بس، اثنين في ثلاثة مليون او اثنين في اثنين ونص مليون هم اللي دخلوا. فده ايضا جانب موجود في سفر العدد اننا نتمم خلاصنا بخوف ورعدة. قلت يا احبائي ان كاتب هذا السفر هو موسى النبي، والمسيح له المجد استشهد بهذا السفر لما اتكلم عن موسى، رفع كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. فالمسيح له المجد استشهد بهذا السفر في حديثه مع نيقوديموس في يوحنا الاصحاح الثالث. ايضا بنجد اقتباس من كاتب العهد الجديد، فبطرس الرسول في رسالته، يهوذا الرسول غير الاسخريوطي في رسالته، سفر الرؤيا في رسالته اتكلموا عن قصة بلعام. ففي ذكر لقصة بلعام الموجودة في الاصحاحات 22 ل 26 موجودة هذه القصة، وذكرت على لسان بطرس ويهوذا غير الاسخريوطي وفي سفر الرؤيا. ايضا يهوذا غير الاسخريوطي يتكلم عن قورح ودثان، وفي الاصحاح العاشر لكورنثوس الاولى ايضا معلمنا بولس الرسول اتكلم. فبنجد انه حتى هذا السفر احبائي من اهميته المسيح له المجد اقتبس منه، والاباء الرسل بطرس ويهوذا ويوحنا في سفر الرؤيا ذكروا واقتبسوا منه. دي مجرد كانت تشويقه ومقدمه لهذا السفر الجميل الحلو اللي هنتمتع به في الايام اللي جايه. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وللأبد أمين، ومستعد لأسئلتكم ولتعليقاتكم، وأنا تحت أمركم، ونكمل المرة الجاية بإذن الله.